السلام عليكم يا ناسنا، طولنا منكم شديد يا أخي، والله نحن متأسفين لكل ظروف يعني حكمت علي كده ده، فجيناكم بحاجة جديدة إن شاء الله تبسطكم. لكن قبل ما أبدأ بس عندي معلومة داير أقولها لكم. رأس السنة إن شاء الله يوم 31/12 حيكون عندي حفلة في دار المهندس في العمارات مع محمد الريان ودي جي كونت، فلازم تجوا وما حتندموا على مسؤوليتي أنا ده، جربوني بس ما حتندموا. فالليلة حنديكم حاجة كده ما نطول عليكم، طبعا أنا يعني بجد خلاص طولت ونفسي أغني، ما بس عشانكم معلش لكن نفسي أغني، فإن شاء الله تعجبكم وما كتر كلام أخليكم مع الأغنية. حبيبنا أو أخونا أيمن العطا معاي برضو بالعود إن شاء الله.
خسر يا لحني الفريد جرحي المغور كل ريب وحرم هجر البريد لفتا زول البريد أبكيك وين ألقى الدموع من